حياتي للجميع، معكم أبو ميلاد في فيديو جديد. اليوم سوف أراجع كاميرتين من كانون. الكاميرا الأولى هي كانون 800D أو لها اسم آخر وهو كانون T7i، والكاميرا الثانية هي كانون 77D وأيضا لها اسم آخر في بعض الدول وهو كانون 9000D. عمليا هي نفس الكاميرات، ولكن لأسباب تجارية في بعض الدول يتم إعطاء اسم مختلف. مرة أخرى، هي نفس الكاميرات. أيضا أنصحكم أن تشاهدوا صور تجربتي لهذه الكاميرا في حسابي في الفليكر، الرابط في الأسفل. أيضا في خلال الفيديو أو في نهاية هذا الفيديو سوف أعرض صور تجربتي لهذه الكاميرا. سوف أبدأ هذه المراجعة بطريقة مختلفة. أولا سوف أتحدث عن الفرق بين 800D و77D. هناك عدة فروقات. أولها السعر. سعر 800D هو $750 في الولايات المتحدة، أما كانون 77D فسعرها $900، أي أن هنالك فرق $150. أما الفروقات في التصميم وفي التقنيات، فعمليا كانون 77D تحوي على شاشة LCD في أعلى الكاميرا كما تشاهد في الصورة الآن سوف تظهر على الشاشة، وهذه الشاشة تعرض لك معلومات التصوير مثل فتحة العدسة، سرعة الغالق، حساسية الحساس للضوء، الايسو إلى آخره. الفرق الثاني هو وجود قرص إضافي للتحكم بفتحة العدسة وسرعة الغالق. والفرق الأخير هو الوزن، فعمليا هناك 8 جرامات وزن، طبعا هذا فرق. فعمليا 80D وزنها 532 جرام، أما 77D فوزنها 540 جرام. فعمليا هذه فقط الفروقات التي بين الكاميرتين. طبعا بقية الأمور مثل المعالج، نظام الفوكس، المستشعر، كل هذه الأمور هي متساوية، لذا جودة الصور بين الكاميرتين هي متطابقة 100%. السؤال هنا، هل تدفع $150 لشراء 77D؟ شخصيا أرى أن الفروقات لا تساوي $150. طبعا هذا الأمر يعود إليك إذا أنت شايف أن هذه الفروقات تساوي $150، شخصيا سوف أشتري 800D. فعمليا هذه نقطة مهمة للتوضيح. كل الصور التي سوف تشاهدوها في هذا الفيديو أو في حسابي في الفليكر هي بواسطة 77D. السؤال، لماذا لم أستعمل 800D؟ مرة أخرى كما وضحت، لا يوجد أي فرق في جودة الصور وأداء الكاميرا عمليا كما وضحت في بداية هذا الفيديو. فالآن دعنا نتحدث عن ناحية تقنية للكاميرتين. هذه الكاميرات تحوي على مستشعر ينتج صور بحجم 24 ميجا بكسل. هنالك معالج جديد في هذه الكاميرا وهو جيك 7. الكاميرا تحوي على شاشة قابلة للطي والحركة بحجم 3 إنش وبدقة 1,000,000 بكسل. أيضا هذه الشاشة تعمل باللمس. الكاميرا تصور بشكل مستمر 6 إطارات في الثانية. تم تحسين نظام الفوكس في هذه الكاميرا، ونظام الفوكس يحوي على 45 نقطة فوكس. حساسية الحساس أو المستشعر للضوء تمتد بين 100 ISO حتى 51,200 ISO. هذه الكاميرا تحوي على تقنية واي فاي، بلوتوث و NFC. طبعا المستشعر الموجود في هذه الكاميرات هو كروب فريم. هناك منفذ واحد لكروت الذاكرة من نوع SD كارد. هناك فلاش مبني في داخل الكاميرا، وأيضا هناك منفذ لفلاش خارجي. الكاميرا تحوي على عدة منافذ. هناك منفذ لمايكروفون خارجي وسماعات خارجية، وأيضا منفذ ل USB ومنفذ ل HDMI لإيصال الكاميرا بشاشة عرض خارجية. هناك إمكانية لتصوير تايم لابس بواسطة هذه الكاميرا. أيضا تم تحسين نظام تشغيل هذه الكاميرا، وذلك عبر إضافة وسائل إيضاح تسهل عملية التصوير على المبتدئين في التصوير. طبعا سوف أشرح هذه الأمور في فيديو شرح كامل لهذه الكاميرا في المستقبل القريب. هذه الكاميرات تصور فيديو بحجم HD أو Full HD بسرعات 60 30 29 24 إطار في الثانية. الكاميرا لا تصور 4K. طبعا البعض ممكن أن ينظر لهذا الأمر بطريقة سلبية، ولكن دعنا نكون واقعيين. أغلبية الساحقة لا يوجد عندها شاشات عرض أو تلفزيونات تعرض فيديو بحجم 4K. طبعا شخصيا كنت بفضل أن يكون فيها 4K، ولكن نايكون أو كانون عندهم بطء في إضافة أمور جديدة. السنة القادمة ممكن تصدر كانون كاميرا جديدة والجديد سوف يكون 4K. طبعا كل هذه أمور تجارية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. أيضا نقطة مهمة تتعلق في تصوير الفيديو، أن تم إضافة نظام فوكس وهو دوال بيكسل الموجود في كاميرات 70D و80D، وعمليا هو أفضل نظام فوكس في تصوير الفيديو في كاميرات DSLR موجودة الآن في السوق. الآن سوف أعرض لكم فيديو سريع يوضح سرعة الفوكس باستخدام هذه الكاميرا، فتلاحظ كيف أن الكاميرا تعيد الفوكس بشكل سريع وسلس خلال عملية التصوير. أيضا نقطة مهمة
في تصوير الفيديو، فتستطيع أن تغير إعدادات التصوير خلال تصوير الفيديو مثل فتحة العدسة، سرعة الغالق، حساسية الحساس للضوء. هذه الإمكانية غير موجودة في كاميرات نيكون في نفس الفئة. فعمليا في كاميرات نيكون إذا أردت أن تغير فتحة العدسة يجب أن توقف التصوير، تقوم بتغيير فتحة العدسة ومن ثم تعاود التصوير. عمليا هذه نقطة تحسب لصالح كاميرات كانون في هذه الفئة. أيضا تم إضافة مقل اهتزاز إلكتروني في داخل هذه الكاميرات. عمليا هذا الأمر يختلف عن مقللات الاهتزاز الموجودة في العدسة وأيضا في كاميرات مثل سوني ألفا 6500. فعمليا في كاميرات سوني المقلل الاهتزاز هو يعمل بطريقة ميكانيكية زائد إلكترونية. طبعا جربت هذه التقنية وبصراحة صعب جدا أن تلاحظ الفرق، ولكن مرة أخرى هذه التقنية موجودة. من خلال تجربتي لهذه الكاميرات، نظام الفوكس جدا رائع، الصور التي حصلت عليها باستخدام هذه الكاميرات جدا رائعة، تصوير الفيديو جدا ممتاز. مرة أخرى نظام الفوكس الجديد في تصوير الفيديو وهو دول بيكسلينج جدا فعال كما وضحت لكم في خلال هذا الفيديو. طبعا سوف يكون السؤال، من أفضل هذه الكاميرات أو الكاميرات التي توازيها من نايكون وهي D5500 أو D5600؟ خلال تجربتي الفرق في جودة الصور هو جدا جدا ضئيل. عمليا كاميرات نايكون هي أفضل في المجال الديناميكي للألوان. طبعا مرة أخرى الفرق جدا بسيط، نظام الفوكس في كانون 77D أو 800D هو أفضل من نايكون D5500 أو D5600. تصوير الفيديو هو أفضل، سرعة الفوكس في تصوير الفيديو هو أفضل بكثير. طبعا وضحت هذه الأمور في خلال هذا الشرح. فعمليا في المجمل أنصح بكانون 77D أو كانون 800D بدلا من نايكون D5500 أو D5600. أيضا هنا نقطة مهمة للتوضيح، عندما أقول أن كاميرا نايكون أفضل أو كانون أفضل هنا أتحدث عن فروقات جدا ضئيلة. دائما السعر هو عامل أساسي في شرائك للكاميرات. أيضا دائما أنصح إذا الأغلبية تستعمل الكاميرات نايكون اشتري نايكون، لأنك سوف تحصل على دعم وأيضا سوف تجد عدسات مستعملة بشكل أكبر. ونفس الأمر إذا كان الأغلبية يستعملوا كانون، فعمليا اشتري كانون. عمليا هذه مراجعتي لهذه الكاميرات، أتأمل أن تكون مفيدة. إذا في أي شخص عنده سؤال متعلق في هذا الفيديو أو فيديوهات أخرى ممكن يترك سؤال تحت أي فيديو في قناتي. أيضا أدعوكم لمشاركة هذا الفيديو مع الآخرين وتشجيع الآخرين على الاشتراك في قناتي. في نهاية هذا الفيديو سوف أعرض صور تجربتي لهذه الكاميرات. الفيديو يحوي على موسيقى، فعمليا أتمنى للجميع يوم سعيد، إلى اللقاء ومشاهدة ممتعة لصور تجربتي لهذه الكاميرا. Thank you.